دوما يتجدد اللقاء مع حضراتكم بالخير. وخلونا قبل ما وقتنا يخلص نشاور، احنا بدأنا معاكم بأهمية قيمة العمل، وإن لو الإيدين المصرية ما رجعتش تشتغل استكمال منظومة تسليح الدولة الجديدة دولة 3-7 هيبقى ناقصها كتير. علشان كده خلوني أقول لحضراتكم إنه لما يتم افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للأساس فيرنكس أند ذا هوم، اللي هو بيعد واحد من أكبر معارض الأساس والمفروشات والإكسسوارات في الشرق الأوسط، وبهذا الكم من الشركات المصرية، منتج مصري حديث ما فيهوش الشكل التقليدي، يبقى الحقيقة الدور علينا إحنا المصريين إنه نبطل شوية نفكر في الصين والسويد والأشياء المصنعة من خامات مضغوطة واللي هي لا تصلح إلا للاستخدامات الخفيفة، مش بنصمم بيها بيت مختلف. الذوق المصري والمهارة والصناعة المصرية نقلت المشهد في مساحة تانية خالص. يعني أنا الحقيقة بطالب كل المصريين من فضلكم، المعرض ده هيكمل لخمس أيام، وزي ما أنتم شايفين الكاميرا بتنقل لكم أجزاء منه، وهو لا يختلف عن أي معروضات كنا بنسقف لها في أزمنة، مرة يغرقوا السوق بالصيني ومرة يغرقوه بالتركي، وإحنا عارفين مين اللي بيجيب والفلوس بتروح لمين وبيمول بيها إيه. أرجوكم ده جزء من إن إحنا نستعيد مشروعنا بتاع 30 يونيو، وجزء أساسي من استكمال منظومة تسليح الدولة المصرية إن تكون الصناعة دي بتاعتنا. عايزاكم تروحوا تزوروا المعرض، تتفقدوه، تشوفوا الجديد في الصناعة المصرية، وبجد بجد إحنا دورنا إن إحنا نقول ده شغل بلدنا، ومن غير كده أعتقد إن إحنا هنبقى بنأثر في حق البلد دي. خلوني أخد حضراتكم نروح للمعرض، وينضم لنا من هناك على الهواء مباشرة شريف سالم، واحد من منظمي معرض فيرنكس أند ذا هوم. أستاذ شريف مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خلينا الاول نعرف فكره المعرض وازاي الفكره جت، يعني دخلني شويه في الاجواء، لان خمس ايام زمن محدود شويه، يا ريت المساله كانت اطول شويه. هو طبعا بنشكر حضراتكم على المداخله، ومساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. المعرض معرض فيرنكس بيقام من 10 سنوات مضت، والسنه دي دخل معاه معرض ذا هوم، فبقى فيرنكس وذا هوم لاول مره المعرض، وده يعتبر اكبر معرض في الشرق الاوسط، من اكبر المعارض في الشرق الاوسط واكبر معرض في افريقيا. معرض متخصص في الاثاث والمفروشات المنزليه ومستلزمات المنزل. المعرض بيقام على مساحه 35 الف متر مربع، مشترك فيه 220 شركه مصريه بنسبه 98% من عدد الشركات المشاركه. بيعرضوا كل المنتجات للمستهلك المصري، وزي ما حضرتك قلتي ان الاساس المصري ده تاريخ من زمان، وكان بيصدر لدول كثيره، ولكن طبعا بعض ظروف معينه حصلت، كان التصدير الوضع ما كانش يعني مستقر، ولكن الحمد لله بقى لنا حوالي 3 سنين دلوقتي صناعه الاساس في تقدمها المستمر. المعروضات موجوده بتناسب جميع الاذواق المصريه، شركات كبيرة بتنتج منتجات خشبية من الخشب الأصلي، مش خشب اللي هو المعالج، وخشب طبيعي طبعا، وتناسب كل الأذواق. طبعا احنا فخورين بالتعاون مع المجلس التصديري للأساس والغرفة الأساس وجمعية المصدرين المصريين، شركاء نجاح في هذا الحدث. طيب يعني أستاذ شريف، كمان مهم من الصور اللي شفناها وإحنا بنتجول في المعرض بالكاميرا بتاعتنا، الحقيقة في قفزة كبيرة جدا في الذوق المصري، بيقرب إلى المودرن، إلى الحداثة، إلى الأمور كمان البسيطة اللي ربما يعني مع سنوات العولمة اللي مضت يعني بقت بتعجب كتير من الشباب المصري. في نقلة في الشكل وفي طبيعة التصميم. حضرتك طبعا أنا موافق في هذا الكلام تماما، لأن طبعا الحمد لله مصر غنية بمصمميها، فالشباب المصممين وكبار المصممين بيشاركوا
في تصميم الأثاث المصري، لأن في دول كتيرة بتاخد مصممين من دول، زي مش عاوز أقول أسماء دول معينة، لكن في دول بتاخد مصممين من أوروبا وبيصنعوا في بلادهم وبينتجوا المنتجات على أساس إنها منتجات من هذه الدولة. ولكن الحمد لله احنا بنستعين بخبرات أجنبية، لأن طبعا التعاون مستمر وطول عمرنا بنتعلم وبنفيد الدول الأخرى. في مصممين مصريين شاطرين جدا 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 وعندهم ابتكارات هائلة، وفي نفس الوضع في عندنا مصممين مصريين بينتجوا منتجات تناسب السوق المصري والسوق العربي والسوق العالمي. فالحمد لله زي ما حضرتك قلتي، المنتجات من الخشب حتى المفروشات والأقمشة اللي متركب عليها، اللي متركبة على الخشب، بتناسب كل الأذواق وبأسعار مميزة جدا. يعني حضرتك في حدود 15-18 ألف جنيه ممكن تشتري كنبة وكرسيين بسعر مميز جدا، وصناعة خشب طبيعي كلها. فمن أول كرس ترابيزة ب 1800 جنيه لغاية ترابيزة ما تلاقيها حضرتك بحوالي 3000-4000 جنيه. فالمنتج المصري، الأيدي العاملة المصرية رخيصة جدا، في مهارة، في صناعة أساس في دمياط، في صناعة أساس في اسكندرية، في القاهرة، في محافظات كتيرة جدا. الحمد لله ان احنا قدرنا كمنظمين للمعرض نجمع هؤلاء الشركات في مكان واحد ومساحات كبيرة جدا، وبيقدموا العروض. لان فعلا الواحد لما بينزل يشتري اي منتج بيلف على محلات كتيرة، لكن كله تحت سقف واحد، والناس مديها تخفيضات من 20 لغاية توصل 40 و50% للسادة الزوار. وفي طبعا مشترك معانا بنكين بيقسطوا للناس كمان من 6 لـ12 شهر. يعني حضرتك بتاخدي المنتج بتدفعيه على 6 شهور او 12 شهر على حسب امكانياتك بدون فوائد، لان ده بيتحملها المصنع مع البنك. فده تسهيل، وده دورنا ان احنا نوفر للمستهلك المصري كافة احتياجاته، من مصنع، من ادارة سياسية، من منظمين، من كل، يعني ده تكامل كلنا علشان المستهلك. المستهلك يجب ان يجد منتجه بسعر مميز، صناعة مميزة، مصنعين محترمين، وفي الاخر لو حصل اي مشكلة المصنع موجود في مصر، بدل هيجيبه منين بعد كده لو استورده؟ طيب المصنع موجود، ممكن يصلح له، ممكن يغير له قماشه، ممكن. طيب استاذ شريف، معلش حضرتك فاجئتنا بفكرة وجود بنكين، ده معناه ان المواطن اللي هيروح يشتري، لو فيه يعني عريس بيجهز بيته فبيشتري اكيد كمية كبيرة، يعني ده هيدفعه يعني بالفيزا بالكارت، ولا ده بيبقى زي قرض بيتم اثناء وجود عملية الشراء نفسها؟ يعني في مندوبين للبنوك دي موجودة؟ يا فندم، البنوك موجودة بأجنحة كاملة في مداخل القاعات قبل ما يخشوا على قاعة 1 و2 و3 اللي موجود فيها الشركات. بيبقى البنوك واقفة، البنوك عارضة في المداخل، إن لو موظف في الحكومة، لو موظف في شركة، لو دكتور، لو مهندس، لو محاسب، أي صفة يعني حد ليه رقم قومي وعنده إثبات للدخل بتاعه بيشتري من العارض وبيقسط من 6. بعض الشركات كبيرة بتدي من مش كل طبعا الشركات، يعني في شركات كبيرة موجودة بتقسط من 6 لـ12 شهر بدون فوائد. لو عاوزة رخام، في شركات رخام بتعمل نفس الوضع، في شركات بتاعت الفيرفورجي، في بتاعت الألمنيوم، لأن المعرض مش أثاث بس، المعرض فيه ألمنيوم، فيه رخام، في رخام ممتاز، كل مستلزمات يعني البيت. حاجة أنا كنت فخور جدا، إحنا منظمين كل مستلزمات البيت، في سيراميك، في بورسلان، في حاجات كتيرة جدا موجودة في المعرض، في مفروشات منزلية. هو بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لحضرتك أكبر معرض عمل في تاريخ مصر. طيب في هذا يعني المجال وأفريقيا، ومن أكبر المعارض في الشرق الأوسط. احنا هنفضل نتابع معاكم في الخمس ايام، وكنا نتمنى انه يمتد لاكتر من كده الحقيقه، جهد احنا سعداء بيه، ونتمنى الاقبال من المواطن المصري علشان هو محتاج يعرف تفاصيل كتيره ويقدر يستفيد من يعني هذا المعرض. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ شريف سالم، واحد من منظمي معرض فيرنكس اند ذا هوم. والحقيقه انا شفت ان ده افضل ختام نختم بيه شغل الاسبوع لحد ما يتجدد اللقاء يوم السبت. وبتمنى منكم كلكم دعموا دولتكم ودعموا القدره على العمل والانتاج. عايزين نزور المعرض ده ونستفيد من اللي فيه ونعرف ايه حقنا في بلدنا، علشان من غير ما نكون احنا جوهر سلاح البلد دي يبقى في جزء ومكعب كبير كده ناقص.
اوعدوني نعمل ده بشكل مكثف ونتفرج ونشوف ايه احتياجاتنا الحقيقيه، لان دي شركات بلدنا. بلاش نسيب السوق للمنتج التركي ولا للمنتج السويدي، وكلها حاجات مش شبهنا للاسف. يا حتى تجدد اللقاء يوم السبت. الى اللقاء.